اللهم صل على سيدنا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى عربيا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي فقال النبي ورأه يا كريم، فانتقل العربي إلى ركن ثاني وقال يا كريم دعوني أناجي حبيبي ولا تعزلوني فاتن الحرام، ولا تعزلوني فاتن الحرام، دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فاتني الحرام، ولا تعذروني فاتني الحرام. جعل
وكلنا يرد النور.